اهلا بيكم، معاكم مصطفى انور، وهنتكلم النهارده عن توبيك مهم جدا وهو الريتريتمنت، ومينلي هنتكلم بالتحديد على الجاتابيركا ريموفال. كتير منا بيجي له في العياده كيسز سواء شورت اوبتيوريشن او لونج اوبتيوريشن، بيبقى محتاج ان هو يعمل لها ريتريتمنت. هنعرف مع بعض ازاي ان احنا نشيل الجاتابيركا دي من جوه الكنالز، التكنيكس اللي اقدر استخدمها، التولز اللي اقدر استخدمها. بس اهم حاجه قبل ما ابتدي اعمل ريتريتمنت لازم اكون عارف يعني ايه ريتريتمنت. الريتريتمنت هو ان انا اعمل ريموفال لكل الروت كانال فيلينج ماتيريالز فروم انسايد ذا توث او فروم انسايد ذا كانالز، وبعد كده بيبقى البروسيدر بتاعتي عاديه خالص من اول الشيبينج ديس انفكشن اوف ذا روت كانال، وبعد كده الاوبتيوريشن. برضو لو انا كان عندي اي ديفكت او ديفيشنسي سواء كانت ياتروجينيك بسبب اي دكتور القبليه او انا شخصيا لما كنت عملت روت كانال قبل كده، او لو انا كان عندي اي باثولوجيك اوريجين لازم ان انا اعمل له ريبير. طب انا ليه اصلا بعمل ريتريتمنت؟ عشان عايز اوصل او ريجين اكسس للبريابيكال اريا، وبعد كده ان انا اعمل روت كانال تريتمنت بروسيدير عاديه خالص شيبينج ديس انفكشن اند اوبتيوريشن. خلينا ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، اهم ستيب في الريتريتمنت هي واول ستيب بعملها هي الايه الكرونال ديس اسامبلي. يعني ايه؟ يعني السنه دي لو كانت جايه لي ومعمول لها كراون لازم اشيل الكراون بتاعي، لو كان عندي ريستوريشن لازم اشيل الريستوريشن بتاعتي كلها، وبعد ما بشيل الكراون او بعد ما بشيل الريستوريشن لازم اعمل بيلد اب. وخلينا متفقين على حاجه ان الموست كومن كوز فور ذا روت كانال فيلير از ذا كرونال سيل او لاك اوف كرونال سيل. يعني لو انت ما عندكش كرونال سيل ده هيبقى السبب الرئيسي بتاعك انك انت يحصل عندك فيلير روت كانال تريتمنت بتاعتك.